أهلا وسهلا بكم الأوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ميد غاديو في موعد جديد من برنامجكم سيداتي سادتي. هو الموعد اللي دائما كيجي وكيجيب معاه مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات ومن النصائح. أملنا أنكم تكونوا كتستافدوا منها بطبيعة الحال في كل موعد كيجمعنا معكم. إن شاء الله اليوم في أولى فقرتنا غادي نقوموا بالإجابة على مجموعة من الأسئلة اللي كان سبق مرات معنا أو اللي توصلنا بالبعض منها في الصفحة ديال البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو لا اللي وصلتنا عن طريق الرقم 5080 هو رقم من أجل التواصل معنا عبر رسائل الأسماس. فقرتنا الموالية هي فقرة بريكولاج وفيها أفكار واقتراحات توصلنا بها من عند كل الأوفياء. وكنقول أنه صفحة برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هي دائما نراهن إشارتكم. وإحنا عندنا فقط صفحة وحيدة رئيسية ورسمية البرنامج وهي الصفحة اللي كتحمل شعار الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، لأنه بزاف ديال الناس في كل مرة كيبقاو يسولوا واش هذه هي الصفحة الحقيقية ولا ماشي هي. وكنقول فقط غير محبة لأنه بعض الناس كيكون عندهم ذاك الاجتهاد ديال كيبتكروا وكيعملوا صفحات أخرى اللي هي شبيهة بالصفحة ديالنا، وكذلك يكونوا فيها أفكار واقتراحات اللي كتمر معنا في البرنامج. كنقول أنا المهم هو أنه ديك المعلومة ولا ذاك الاقتراح ولا النصيحة توصل للناس ويستافدوا منها بغض النظر على أي صفحة. أما الصفحة الرئيسية والوحيدة للبرنامج فقط هي صفحة دائما كنقول وحدة هي اللي عندنا فقط في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وما تنسوش كذلك اقتراحاتنا وأفكارنا موجودة أيضا في موقع لالمولاتي بوايما وهي مجلة المرأة المغربية بامتياز اللي كتلقاو فيها كل ما كيفيدكم وكل ما كيهمكم. اليوم يوم أربعاء ولكن للأسف غيبة علينا مصممة الأزياء خديجة الحجوج، وكنقول أنه السبب هو المشاركة ديالها في تظاهرة خاصة بالموضة في العاصمة الفرنسية باريس. فهي وعدتنا إن شاء الله الأسبوع المقبل غتجي وغتجيب معها الجديد وغتعطينا أحدث خطوط الموضة اللي هي خاصة بخريف وشتاء 2014 إن شاء الله غادي نكتشفوها معها الأسبوع المقبل من خلال برنامج سيداتي سادتي. باب التواصل غادي يكون مفتوح معكم إن شاء الله كالعادة في الجزء الثاني من لقائنا، وأرقامنا هي 0522 46 72 50 51 أو 52 أو لا عن طريق الرقم 5080. ما تنسوش في أول SMS أو للرسالة اللي غادي نتبعتوا بها كتكتبوا فقط كلمة ماد، كتخليوا فراغ صغير وكتبعتوا بأفكاركم واقتراحاتكم أو لا بكل أسئلتكم للرقم 5080 وثم SMS هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. احنا قبل ما غادي نمر الأولى فقرتنا غادي نبقاو مع أولى اختياراتنا الغنائية نسمعوا لها وراجعين. مرحبا بكم، مرحبا بكل أوفياء في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على ميد غاديو دائما الإذاعة القريبة منكم. في أولى فقرتنا غادي نمشيو باش نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة، وغادي نبداو اليوم بأول سؤال ديال أم زهير. أم زهير كان سؤالها خاص بالريدويات اللي عندها ديال الصالون، هما ديال التكرير، وقالت خافت أنها تصبنهم لأول مرة باش داك التكرير ديالهم خافت أنه يخسر ولا ما يبقاش في الشكل ديالو. فهنا أم زهير الحل بالنسبة لك هو سهل، غادي تاخذي الريدويات اللي عندك اللي بغيتي تصبنيهم كتعمليهم في الغشة ديال الخدية اللي كيكون بالسنسلة، كتعمليهم في هذاك الغشاء وكتسدي عليهم ومن بعد كتعمليهم في الماكينه، ومن الاحسن انهم يتصبنوا بالشامبوان. فالشامبوان كيخلي ديك اللويونه ديالهم وداك النسيج كيبقى كيف ما هو، وفي نفس الوقت كتبقى فيهم واحد الرائحه اللي هي زوينه وكتعجبك بزاف في الاخير لما غادي ينشفوا. اذا الحل بالنسبه ليك كيف ما قلت ام زهير هو حل كل السيدات اللي عندهم هذا المشكل، كيكون عندنا مثلا ريدويات اما فيهم التكرير اولا فيهم دوك الحجيرات اولا العقيق، ملي كنبغيو نصبنوهم كنخافوا. فهنا الحل دائما كيف ما قلت كناخذوا واحد الغشاء ديال الخديه ولا ديال الوساده اللي كيكون بالسنسله، كنعملوا في الداخل ديالو هذوك الريدويات كنسدوا عليهم وكنعملوهم كيتصبنوا في الاله ديال التصبين اولا الماكينه باستعمال شامبوان من الاحسن. وممكن كذلك انك تجتهدي شويه ام زهير وتستعملي في التشلال ديالهم الملين ديال الشعر، فالملين ديال الشعر كذلك كيحافظ على التوب ديالهم على النسيج ودوك الخيوط وداك التكرير كيف ما قلتي انت عندك الريدويات اللي مخدومين بالتكرير. فاستعملي الملين ديال الشعر اللي كنستعملوه لا بري شامبوان، استعمليه في الماء ديال التشلال باش كيبقى دوك اللويون ديك النعومه اللي فيهم كيف ما هي ما كتزولش نهائيا، ومن الاحسن كذلك انهم ينشفوا على الظهر ديالهم ماشي على الوجه ديالهم باش الالوان ما تكشفش وكذلك ما يبهاتوش. وفي نفس الوقت كيف ما قلت يعني النشوفيه كتكون هي هذيك ماشي بحال ملي كنخليهم في الاشعه ديال الشمس، خصوصا اذا كانوا غيبقاو النهار كله وكان ارتفاع في درجات الحراره فضروري اللون ديالهم كيبهات، وكذلك كتحسي بهم في الاخير انهم ملي كتجي طويهم كتلقاي انه الشكل ديالهم بحال الحرشين. فاستعملي الملين ديال الشعر وخليهم ينشفوا فقط في الظل على
الظهر ديالهم ماشي على الوجه. فكنتمنى ان شاء الله ام زهير تعملي بهذه النصائح. نمشيو لسؤال اخر هذه المره ديال فاطمه من وجده. فاطمه توصلت معنا وكان المشكل اللي عندها الصدى عندها في السكاكين في المعالق وحتى اللي فورشيت اللي عندها في الكوزينه. قالت كلهم فيهم ليطاش ديال الصدى وما عرفاتش كيفاش تحيدوا لان غسلتهم شحال من مره وما كانتش النتيجه. فاطمه هنا بالنسبه للصدى اللي عندك في لي فورشيت في المعالق وحتى في السكاكين ديال الكوزينه, فاحسن حل بالنسبه ليهم غتاخدي نص حامضه كتغطسيها في الملحة وكتبداي كتفركي هذوك المعالق والسكاكن اللي عندك وحتى لي فورشيت اللي فيهم ليطاش ديال الصدى. فانتي كتفركي بهذاك النص حامضه اللي مرقده في الملحة وانتي كتشوفي انه ليطاش ديال الصدى كيزولوا وما كيبقاوش نهائيا. المهم انه كي بعد ما كتغسليهم وكتنشفيهم فداك المجر او داك المكان اللي غتعملي فيه هاد السكاكن مع المعالق ولي فورشيت ضروري كتعملي فيه اما صبيعات ديال الطباشير الابيض باش كتخلي ديك الرطوبه ما كتكونش وداك ليطاش ديال الصدى ما كيتكونوش عليهم. إلا ما كانش بالإمكان الطباشير الأبيض فقط غتاخدي غير الورق ديال الألمنيوم. كتاخدي ورق ديال الألمنيوم كتلفي على شكل كرة, يعني أنت كتضغطي وكتجمعي حتى كيولي عندك على شكل كرة وكتلوحي في داك المجر وكتخلي هذوك المعالق وهذوك السكاكين اللي عندك وغتشوفي ولو يبقاو مدة طويلة فالصدى ما كيتكونش عليهم نهائيا. نمشيو كذلك لسؤال آخر هذه المرة من عند سعاد من أصيلة. كتقول عفاكم شنو هو الحل المسكة إلا كانت في الحوايج؟ فهنا كان سبق وجاوبنا على هذا السؤال أكثر من مرة سعاد ولكن ما فيها باس نعود نجاوبوا عليه مره اخرى ونفيدوا اكثر المستمعين الكرام. فالمسكه عندها بزاف ديال الحلول. الحل اللي هو معروف عند بزاف ديال الناس انه اي حاجه تقص بالمسكه وبقات عليها كنستعملوا مكعب ديال الثلج كناخذوه من الفريغو وكندوزوه على داك المكان اللي فيه المسكه حتى كنشوفوا انها بدات كتجمد وكيسهال علينا من بعد نزولوها. هذا الاقتراح الاول. الاقتراح الثاني اذا كانت عندنا غير شي حاجه اللي هي صغيره فاحنا كندخلوها المجمد وكنخليوه واحد المده ديال ساعه حتى لساعتين. فكل ما هي كتبرد وكتجمد كل ما المسكه كذلك كيسهال علينا باش نزولوها. هذا الاقتراح الثاني. الاقتراح الثالث كانت عطات لنا مستمعه كريمه وقالت انه فعال بزاف هو المبيد ديال الحشرات. فمبيد الحشرات كنرشوه على ديك المسكه وغتشوفوا انه الشكل ديالها كيتبدل. لما كترشوا عليها المبيد ديال الحشرات كتولي عامله بحال الصوفه بحال الشكل ديال الخيوط وكيسهال عليكم تزولوها. غير نصيحتي بالنسبه للناس اللي عندهم اطفال او لوليدات ولا عندهم مشكل في الجهاز التنفسي, من الاحسن انه هذه العمليه نعملوها اما في سطاح ولا في بالكون ولا قريب للشرجم مكان اللي فيه التهويه باش ما تبقاش ديك الرائحه ديال مبيد الحشرات, او لا كنستعملوا حتى المزيل ديال العرق. كانت المستمعه الكريمه عطاتني هاد زوج ديال اقتراحات, اما مبيد الحشرات او لا مزيل العرق نوعا ما الرائحه ديالو كتكون مقبوله ماشي بحال مبيد الحشرات ولكن بزوجهم كيعطيو فعاليه بالنسبه للمسكه الا كانت عندنا في الحوايج. حنا ان شاء الله مزيد من الاقتراحات ومن الافكار دائما في حلقه اليوم على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. فاصل اعلاني وراجعين ما تمشوفين. على ميد راديو دائما الاذاعه القريبه منكم فقرتنا المواليه هي فقره بريكولاج واليوم غادي نبداو باول اقتراح توصلنا به من عند ام يوسف. ام يوسف كتقول نصيحتي لكم الحل والسر بالنسبه للمرقه الا بغيتوها تجي لذيذه وتجي فيها ديك اللمعه زوينه, فالسر هو كتضيفوا طريف ديال الزبده في المرحله الاخيره من الطياب. فكتقول جربوها وذوقوا المذاق وردوا عليا الخبر. شكرا لك ام يوسف. اذا طريف ديال الزبده كنضيفوه في المرحله الاخيره من الطياب ديال هذاك المرقه ولا الطاجين اللي حنا كنحضروا. نمشيو لاقتراح ثاني من عند ام يوسف. دائما كتقول باش كنتفاداو يدمعوا لينا عينينا وحنا كنقطعوا البصله فيكفي انه ناخذوا شمعه كنحطوها حدا القطاعه وهي مشعوله. فكتقول هكذا كتمتص داك الغاز ديال الكبريت اللي كيكون هو المسؤول على خروج الدموع من العينين ديالنا وحنا كنقطعوا البصله. تبارك الله عليك ام يوسف. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند ام اسلام. ام اسلام كتقول نصيحتي لكم الا بغيتوا تنظفوا الخشب من اي طبعه ما عليكم الا تاخذوا القهوه وتحديدا داك التخت ديال القهوه بعد ما كينشف, يعني كنشفوه ما يكونش داك فازق حتى كينشف, عاد كنضيفوا ليه قطرات من خل التفاح وكنستعملوه في المسح ديال ليطاش او لا اي بقع عندنا على الخشب. اذا كناخذوا التخت ديال القهوه ولا التفل ديال القهوه كيف ما كيسميه البعض كنخليه حتى كينشف, كنضيفوا عليه قطرات من خل التفاح وكنستعملوا هذا الخليط باش كنمسحوا اي طاش عندنا على شي حاجه اللي مصنوعه من الخشب. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند امينه ام ملاك. امينه كتقول شكرا لك اختي عفاف على هذا البرنامج وتعلمنا منكم بزاف وبغيت نفيدكم حتى انا اليوم. شكرا لك امينه. كتقول انا عندي طريقه كتخلي الكسكسو ديال السميده كيجي بنين بزاف وما نقول لكمش الكسكسو ديالي كلشي كيحمق عليه. اشنو السر؟ كتقول السر اللي كنعمل انه كنعوض الماء بالحليب في جميع مراحل التفوار ديال الكسكسو, يعني كنفتلو السميده
بالحليب في المرحله الاولى وكنعاودو كنرشو به في الفوره الثانيه والثالثه وكنسقيو عادي بالمرقه. كتقول راه كيجي تاكلوا عليه صباح يديكم. اذا فقط عوض الماء شنو كتعمل امينه؟ كتعوضو بالحليب، كتفتل السميده بالحليب، وحتى في التفوار ديال الكسكسو في جميع المراحل ديالو سواء الفوره الثانيه ولا الفوره الثالثه كتبقى كترش بالحليب، كتقول راه كيجي لذيذ وما كتشبعوش منه نهائيا. شكرا لك امينه ام مالك. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند فاطمه بالحاج. وما بصراحه ثلاثه ديال الاقتراحات ولكن كلهم المشكل واحد. فاطمه بالحاج اليوم كتعطينا مجموعه ديال الاقتراحات اللي كتخلينا نتخلصوا من الروائح اللي كتكون عندنا مثلا في الكوزينه ولا شي رائحه في الحمام ولا في الدوش اللي ما كتكونش محببه عندنا نهائيا، شي رائحه خايبه كتكون عندنا مثلا في الدار. اول اقتراح كتنصحنا فاطمه بالحاج انه كناخذوا الخل الابيض وكنخليوه على عافيه مهيله، فكتقول داك الخل وهو كيدفى على البوطه وهو كيمتص ديك الروائح اللي عندنا في الدار. هذا الاقتراح الاول. الاقتراح الثاني كنخلطوا شويه ديال السكر سنيده مع شويه ديال القرفه، اما عويدات واما مطحونه حسب شنو عندنا في الدار، كنخليوهم على عافيه مهيله وحنا كنحركوا. فكتقول ديك القرفه وهي كتطلق الرائحه ديالها وفي نفس الوقت كتمتص كل الروائح اللي عندنا في الدار. بالنسبه للاقتراح الثالث كذلك كتقول ما علينا الا ناخذوا الماء كنخليوه حتى كيتغلى فوق البوطه وكنضيفوا فيه القشور ديال الحامض اولا ديال الليمون حسب شنو عندنا في الدار. فكتقول كذلك كيزول كل الروائح اللي كتكون عندنا سواء في الكوزينه اولا في الحمام. اذا اول اقتراح هو الخل الابيض كنخليوه كيدفع على عافيه مهيله فوق البوطه دائما. الاقتراح الثاني كنخلطوا السكر سنيده مع القرفه وبنفس الطريقه دائما مع التحراك حتى كنشوفوا انه اللون ديالهم بدا كيتحمر اولا كيبدا تقريبا غادي للشكل ديال كراميل، عاد كنزولوهم لانه ديك الساعه كنكونوا ضمننا انه الرائحه ديالهم تلقات في الدار. وبالنسبه للاقتراح الثالث هو كنغليو الماء على البوطه بطبيعه الحال وفي الاخير كنضيفوا معاه القشور ديال الحامض اولا القشور ديال الليمون وكنخليو داك البخار في الدار كامله باش كيمتص كل الروائح اللي عندنا في الكوزينه ولا في الحمام اولا فين ما كانت. نمشيو لاقتراح اخر مع المستمعات الكريمات دائما، واقتراح هذه المره من عند ريحانه. ريحانه كتقول باش ما كيتحرقوش لينا دوك العواد ديال الشوا اللي كنستعملوهم باش كنعوضوا القضبان ديال الحديد، فباش ما كيتحرقوش كنرقدوهم في الماء قبل ما كنستعملوهم. اذا كناخذوهم بواحد المده على الاقل واحد 45 دقيقه حتى لساعه كنخليو دوك العويدات مرقدين في الماء، عاد كنستعملوهم باش كنعوضوا القضبان ديال الحديد الا كنا غنعملوهم للشوا. فشكرا لك ريحانه كتقول راه هذا الامر كيخلي انه دوك العواد ما كيتحرقوش لينا نهائيا. وفعلا ريحانه لانه بزاف ديال السيدات كيتشكاو بمجرد ما كتعمل دوك العواد باش كتعمرهم وكتعملهم فوق النار غير واحد المده اللي هي قليله ربما دوك الحيمات مازال ما طابوش اولا ما تشواوش وكتشوف انه دوك العويدات بداو كيتحرقوا وكيقدروا يتهرسوا، فهنا كيكون مشكل. فكتنصحنا ريحانه قبل ما كنستعملوهم كنخليوهم مرقدين واحد المده في الماء عاد كناخذوهم وكنستعملوهم كنعملو فيهم اي حاجه بغينا نشويوها. نمشيو لاخر اقتراح معنا اليوم من عند اسماء. اسماء كتقول جبت لكم طريقه بالنسبه للطحانه الكهربائيه اولا الخلاط الكهربائي، بزاف ديال الناس كيتشكاو الى قدام ما كيبقاش يطحن مزيان نهائيا، داك الموس ديالو ما كيبقاش فعال بحال اول مره. باش كتنصحنا اسماء كتقول سواء كانت عندنا طحانه كهربائيه اولا خلاط كهربائي في الدار وما بقاش كيطحن مزيان، ما علينا الا ناخذ مكعبات ديال الثلج كنعملوهم واحد ربعه ولا خمسه وكندوروا ولا كنخدموا هذيك الطحانه الكهربائيه اولا الخلاط الكهربائي وكنخليو دوك المكعبات ديال الثلج كيطحنوا فيها. فهاد الامر كيخلي انه داك الموس ديال الطحانه الكهربائيه كيرجع يطحن مزيان من اول وجديد. شكرا لك اسماء وتحيه لكل السيدات اللي دائما ما كيبخلوش علينا ابدا بكل اقتراحاتهم وبكل افكارهم. مشكورات اكيد طبعا احنا كذلك نستفدوا معكم الشيء الكثير، والتواصل مفتوح معكم يوميا من خلال صفحه برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكنقول من خلال هذه الصفحه كل الاقتراحات اللي احنا كندرجوها في البرنامج. الا فاتكم شي اقتراح ولا زوج فممكن انكم ترجعوا الصفحه وتلقاو مشروح وموضوع كذلك بالاسم ديال المستمعه الكريمه اللي عطاتو لينا. احنا لقاءنا مازال متواصل معكم وبالتواصل مفتوح، ارقامنا هي 0522 46 72 50 51 او 52 او لا عن طريق رقم 50 80. غير ما تنسوش في اول SMS كتكتبوا كلمات ماد كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بكل افكاركم اقتراحاتكم وتساؤلاتكم كل لهذا الرقم. غادي نبقاو مع ثاني اختياراتنا الغنائيه نسمعوا ليها وراجعين لكم، بقاو معنا. دعا القربة منكم في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، وأرقام تواصل معنا مفتوحة، فمرحبا بكل تساؤلاتكم بكل أفكاركم واقتراحاتكم علاش لا تفيدونا بها. 0522 46 72 50 51 أو 52 أو عن طريق رقم 50 80. إلا كتبتوا كلمة ماد خليتوا فراغ صغير وبعدتوا بكل أسئلتكم وأفكاركم واقتراحاتكم لهذا الرقم. غادي نمشيو ناخذوا أول مكالمة معنا في الحلقة ديال اليوم. أم ندى من مدينة مكناس، صباح الخير ونهاركم مبروك أم ندى، أهلا وسهلا.
كدرتي لاباس اخت عفاف؟ الحمد لله ام ليدا، اهلا وسهلا. كنشكرك على هذا البرنامج. العفو، مرحبا بك. اختي عندي واحد القفطان، بغيت هذا الاقتراح للاخت خديجه، عندي واحد القفطان بالمفره وبغيت ندير انا لسه زعما بحال تكشيطه، يكون تحتاني داك الثوب ديالها، ما عرفتش شنو الثوب اللي غادي ندير. واخا اش من لون عندك الثوب ديال المفره؟ اسود في نوار. واخا نجاوبوا ان شاء الله على سؤالك ام ندى. الخياطه الله يسهل عليك تقول لي شنو ندير، واش ندير له السقلدي في الابيض ولا السقلدي في الصفر؟ واخا الله يسهل عليك يا رب. امين، شكرا لك ام ندى، كنتي معنا من مكناس. نمشيو هذه المره ناخذ السؤال ديال فتيحه، معنا من الرشيديه. اهلا بك فتيحه. اهلا للا، مرحبا بك. لاباس عليكم للا؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. الله يخليك للا، عندي واحد الفوتويات فيهم جوج الالوان، فيهم المارون والتركوا. واخا ولله كيتوسخوا، ما كيتحيدش داك الثوب الفوقاني، ما كيتحيدش، وبغيت نشوف الطريقه باش نصبنهم بلا ما يخسروا زعما. واخا فيهم ديطاش اللي صعاب ما بغاوش يحيدوا لك ولا غير اوسخ؟ فيهم اوسخ، ما عمرنا صبناهم لان الثوب ما كيتحيدش، لا تقفل لي فوتوي. واخا مغلف طبيعه الحال. واخا نجاوبوا ان شاء الله على السؤال ديالك. شكرا يا فتيحه. العفو، كنتي معنا من الرشيديه. معنا فتيحه ثانيه هذه المره ولكن من اسفي هذه المره. اهلا بك فتيحه. اهلا بك اخت عفاف، لاباس عليك؟ الحمد لله، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك، ولفتكم صراحة الله. حتى حنا ولفناك فتيحة، مرحبا بك. بارك الله فيك. عندي غير اقتراح بالنسبة للسيدة اللي دوات لك على الصدى. على الصدى، المشكل ديال الصدى. الصدى باش تحيدوا من السكاكين ومن المعالق. أيه من المعالق. أيه غادي تكبوا ديما، حنا غنبقى في مشروب غازي باللون الأسود. مشروب غازي، إذا مناضة باللون الأسود. تديهم في شي سطل ولا في شي حاجه وتكب عليهم في الغد بلي عاد تلقاهم بيضين تيشعلوا. واخا تبارك الله عليك. اذا هنا بلا ما تحتاج، بلا ما تحتاجنا ان تحكو مفاتيحه ولا نهائيا كترقدهم. نهائيا. المشروب الغازي باللون الاسود وغادي يصبحوا بيضين، ماشي غادي تجرب كاع لاطا المصامه وتتشوفهم. واخا اذا غير مناضه باللون الاسود، ذاك المشروب الغازي الاسود كترقدهم فيه، ما كيبقاش فيهم نهائيا ليطاش ديال الصدى. عندك شي اقتراح اخر فتيحه اليوم؟ نزيد من الاقتراحات، ندخل لك في الحشرات. مرحبا. بالنسبه للسيده اللي قالت لك عندها البوط ابو بريس. اييه الوزغه ولا ابو بريس؟ نعم. كيكون السقط، اذا كان عندها السقط كدير واحد الطبخيره فيها البزار حبوب وفيها ذاك القزبر حبوب. اللي بزار حبوب والقزبر حبوب. نعم. تلوحهم في المجمر، ذاك الدخان في المكان تيخرج. كيهربوا. اذا فقط اللي بزار حبوب مع القزبر حبوب، وكتخلي ذاك الدخان ديالهم اولا ديك الرائحه ديالهم كتطلق في الدار باش ما كيبقاوش. نمشيو لاقتراح اخر فتيحه. لا ولا كانوا في الارض. اييه السداده ولا شي حاجه. نعم. تدوز واحد الخط تاع القطران اولا تدير الماط. اذا اما القطران اولا الرماد الا كانوا مثلا في حاله تحت السدادر اولا شي بلاصه اللي ما نقدروش نوصلوا ليها، اذا فقط غير القطران اولا الرماد. وبالنسبه للناس اللي كيدخلوا لهم من الجرده الا شي حاجه. ايه تجبدهم بديك المكنسه الكهربائيه اللي كنضفوا بها الفوتاي، الجعبه الطويله. ايه ديال لاسبيغاتور. ايه كيتجبدوا. والاخت عفاف واحد ما صاحب السيدات. نعم. هو من الاحسن يقتلوه. واخا واضح. هو خايب. واخا الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا باش نقتلوا. نعم عليه الصلاه والسلام. واخا نمشيو لاقتراح اخر، شنو هو الاقتراح ديالك الموالي فاتحه؟ الاقتراح الثاني غنبقى لك في المشروبات الغازيه. واخا شنو واش غنستعملوا هذه المره؟ السيدات اللي تيبغوا يشربوا المشروبات الغازيه وتيخافوا على ان ما حيتاش لقى لي غاز تقول لك خاصك المصان وخاصك عادي باش ما تتاثرش، باش تتعود من ذاك المسعود تاع لي غاز في المشروبات الغازيه. اييه كتاخذ فقط البابه تاع الخبز كطرنيها فيها. اذا البابه ديال الخبز. نعم. مباشرة ملي كطرنيها كتشوف داك الليكاز كله طلع، ديك التشنشن كله طلع، ديك الخبيز. واخا تبارك الله عليك فتيحة. نشوف اقتراح اخر، مازال عندك اقتراحات؟ مازال. بالنسبة للشنيولة. واخا السيدة اللي كتخاف من الشنيولة انها تقرص ولا شي حاجة كتاخذ العصير تاع الحامض. عصير الحامض. نعم. وغطيت عليه القرنفل المدقوق. القرنفل المدقوق. غطاش بيه البلاصه اللي فيها القرنفل. نعم. بالنسبه للخفتاي ياكلها. نعم. الخفتاي عندها. اييه. كنت
تسمحي لي على الصداع. ماشي مشكل، انت ام فمساله طبيعيه فتيحه. لا خرجتي عطا ماشي حاجه وجهها ويديا غير بالزيت البلديه. الزيت البلديه كذلك. تبارك الله عليك فتيحه، وشكرا لك على كل هالاقتراحات اللي فتينا بها في الحلقه ديال اليوم، ونتمنوا ان شاء الله انه التواصل يبقى دائما مفتوح معك وتفيدينا علاش لا بكل افكارك واقتراحاتك. نمشيو هذه المره نتواصلوا مع احمد على الخط من تارودانت. اهلا بك احمد. اهلا اختي عفيفه، كي دايره؟ كنشكركم على هذا البرنامج. هو عفاف وعفيفه، يلا كل اسماء كل وحده معك عفاف. هو المعنى واحد. تبارك الله عليك احمد. الله يبارك فيك اختي عفيفه. قلنا فيكم شي اقتراحات ان شاء الله. واخا غير قول لي بعدا في البدايه احمد، كيف عندكم الجو في تارودانت؟ لا بس الحمد لله. الحمد لله. ما كاينش ارتفاع في درجه الحراره؟ لا لا كاينه شويه. الحمد لله. على كل حال قول لي احمد، شنو هما الاقتراحات اللي عندك اليوم؟ نبداو باول اقتراح. الاقتراح هو كيفاش غادي نحيدوا الريح العرق من الابط. اييه كنديروا الشبه وكنديروا ليها المسك وقت ما دوشنا وخرجنا من الدوش وكندوزو على الابط ديالنا بهذاك الشبه والمسك مع المسك. نعم فهو كيمتص العرق. نعم وكيبقى الانسان يناشف، يعني كيبقى كيعطي داك الجفاف نوعا ما، الانسان ما كيحش بالعرق نهائيا. شنو هو ثاني اقتراح احمد؟ ثاني اقتراح الناس اللي كيطيبوا اللحم كبير وما كيطيبش ليهم وما كيديروا الخميره، لا خصهم يديروا العظم ديال التمر. الا درتيه كيطيب دغيا. اذا داك النواه او لا العظم ديال التمر كنعملوا داك اللحم اللي كي يعني باش ما كياخذش لينا وقت بزاف في الطياب. عندي اقتراح هذيك اللي قلتي عندها المسكه في الحوانيت. المسكه في الحوانيت. نعم. غير المسك غير الزيت المائده كدير ليها شويه وكتفركها راه كتحيد نهائيا. اذا المسكه من الحوايج نقدروا نزولوها حتى بزيت المائده، زيت ديال الطياب او الزيت الروميه، كندهنوها شويه ديك المسكه وكنفركوها فكيسهل علينا باش نحيدوها. تبارك الله عليك احمد. مازال عندك شي اقتراحات اخرى؟ عندي واحد الاقتراح دابا وصل لعيد كبير. كاين هذاك المسار اللي كيلوحوا كيقول له كيخندوا الحشاك، وعندي واحد الطريقه باش يقلبوهم ويحسوا من الداخل. كنشدو شي عود يكون ملس، كنشدو هذاك الراس ديال المسار كنقلبوه شويه وكندخلو هذاك العود وكنجرو هذا العود وراه كيقلبو كيتقلبو باش كيتغسلو مزيان وكيبقاو نقيين نقيين وكنقيين مزيان. اختي سناء كنشكركم على هذا البرنامج. العفو احمد، شكرا لك تواصلتي معنا من تارودانت. شكرا لك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي سناء. شكرا لك احمد كنتي معنا من تارودانت. نمشيو هذه المره نتواصلوا مع زهور على الخط من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك لاله زهور. لاله زهور مرحبا بك. نمشيو ناخذوا كوثر، نبقاو في تارودانت دائما. كوثر هذه المره على الخط، مرحبا بك كوثر. لاباس كيف حالتي عفاف؟ لاباس بخير الحمد لله. مرحبا بنزيل تارودانت اليوم. الله يبارك فيك. الله يخطيك. شفت بنزيل نسول اخت خديجه في الجوج. اييه بغيت نخيط واحد الجلبه ان شاء الله لهذا العيد. واخا. وبغيت نعرف شنو الثوب اللي كاينين هذا هذا العام المهم اللي خارج الموضوع، وبغيت نعرف الخيط اللي تقدر تواكيني. واخا. قولي كوثر شحال في العمر ديالك؟ انا عندي 20 عام. 20 عام. اللون ديال البشره ديالك بيضاء سمراء؟ لا انا بيضاء. وبغيت ما كاينش الكولا اللي واتي لون العينيه مع انا عينيا خضر. ما شاء الله. الله يبارك فيك. واخا نجاوبو على سؤالك ان شاء الله. غير قولي كوثر عندك شي جليلبات عاملاهم من قبل باش ما نعطيوش نفس الاقتراحات ديال الالوان اللي يقدروا يكونوا عندك؟ شنو هما الالوان اللي عندك؟ عندي جلابه مخيطه، عندي في البيض مخيطه بالبلوسيال. ايه. وعندي وحده اخرى في الزرق، زرق مغلوق. زرق مغلوق. واخا نجاوبو ان شاء الله على سؤالك كوثر. شكرا لك تواصلتي معنا من تارودانت. نمشيو هاد المره ناخذوا سميره على الخط من مدينه فاس. اهلا بك سميره. اهلا اختي لاباس عليك. الحمد لله سميره مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا على هاد البرنامج هذا. العفو مرحبا لاله سميره. الله يخليك. انا عندي البنيه سعاده وليا بالجمل وبغيت شي دواء ليهم. واخا. شحال في العمر ديال البنيه تاع سميره؟ وحده عندها 10 سنين وحده عندها 12 عام والبنيه عندها 4 سنين. واخا
واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله سميره. غير قبل ما نعطوك ان شاء الله مجموعه ديال الاقتراحات، فغير حاولي قدر الامكان انه النظافه ديالهم يوميه، الغسيل الغسيل الغسيل، وتستعملي المشطه. كنعرفوا انه البنات في هذا العمر يعني قليل البنات اللي كتعطينا الشعر ديالها وكتصبر وكتخلينا نمشطوه، فغالبيه يعني الاطفال عموما سواء وليد ولا بنيته في هذا العمر ما كيبغيش يمشط الشعر ديالو نهائيا، فضروري تستعملي المشطه، وخصوصا المشطه الرقيقه. يعني هنا الغسل كانك يعني غادي تكوني كيف ما كنقولوا كتستعدي لواحد العدو اللي كتحاربيه. فالغسل خاصو يكون يوميا للشعر ديال البنيتات، البنيتات ديالك كتستعملي الزيت ديال الخزامه مع زيت الكوكو، وتقدري تستعملي حتى الزيت البلديه زيت الزيتون، وخصوصا كتدهني به المناطق اللي هي من وراء الوليدينات ديالهم، وكذلك اللي الشعر اللي هو قريب للرقبه في اللور ديالها بطبيعه الحال الجهه ديال القفه كيف ما كنسميوه، اما زيت الخزامه زيت الكوكو او لا زيت البلديه، باش كدهني المنطقه اللي مورا الوديدات ديالهم والمنطقه ديال الشعر اللي هي في الرقبه ديالهم في الجهه الخلفيه في اللور ديال الشعر. فهذه المساله خصك تعمليها يوميا، وتحرصي على انه الشعر يتمشط بالمشطه الرقيقه في كل نهار. ان شاء الله احنا كنتمنوا انه نفيدوك ونعطوك مجموعه ديال الاقتراحات، وكنتمنى كذلك انك تنضمي لنا في الصفحه ديال برنامج سيداتي سادتي، غتلقاي ان شاء الله الاجابه على السؤال ديالكم مجموعه ديال الاقتراحات، وكذلك في مجله المراه المغربيه بامتياز لالا مولاتي بوايما، فغتلقاي ان شاء الله حلقه سبق وكانت مع اخصائيه في الامراض الجلديه اللي عطات مجموعه ديال العلاجات وديال الاقتراحات لهذا المشكل اللي هو ديال القمل في الشعر ديال الوليد او ديال البنيته، وخصوصا كيكثروا بزاف ديال الامهات كيتشكاو مع الدخول المدرسي، هو امر طبيعي لانه الوليدات كيعاديو بعضياتهم. نمشيو هذه المره نتواصلوا مع ام عبدو معنا على الخط من مدينه جديده. اهلا بك ام عبدو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا بك ام عبدو. الله يبارك فيك. مع الصباح سمع داك البرنامج ديال الجلد مع سائلة دراعو. اي صحه وسلامه. نعم. وبغيت غير نعطي واحد الاقتراح. اييه اليوم كانت الحلقه على المشكل ديال القمل يعني ديال بالفعل. ودابا راه الا كنتي متابعانا في سيدتي سادتي يلاه تواصلت. نعم سميره من فاس. انا صحت غنعيط وما حالفنيش الحظ. ايوا الحمد لله. انت معنا، شنو الاقتراح ديالك ام عبدو؟ عندي دابا جوج اقتراحات. ما الاقتراح الاول ديال القمل هو ان غادي تشد السيده غير الصابون البلدي. الصابون البلدي اييه. ملي تديري واحد الكميه شويه ورا درهم ولا درهم ونص. أيه. يعني كميه تكون وافيه شويه تكون كثيره. كطلي ليها ملي كطلي الشعر ديال البنيته كتشل الحركه ديالو هو. اييه. كيبقاش يلقى فين يتحرك كيموت. واخا. ومني كديري هكا كديت تنقي لها شعرها بالمشطه الرقيقه هذا غير مجرد 3 ايام ما كتبقى حتى شي حاجه. اذا كدوميها كتعمليها 3 ايام متابعه هنا ام عبدو؟ 3 ايام متابعه ولا نهار اي نهار على حسب كل سيده وظروفها ديال. نعم. واخا شنو هو الاقتراح الثاني؟ كتخير صابون البلدي كتديري للشعر وكتبدا تنزل الشعر للبنت ديالها صافي هو بعدا تيموت لان ما كيبقاش يتحرك. أيه. وداكشي الاخر تينزل بسهوله. واخا اذا الصابون البلدي كيتدهن على الشعر كيف ما قلتي بواحد الكميه اللي كتكون كثيره نوعا ما، ولا كميه اللي هي وافيه، وكنبداو كننزلوا الشعر بالمشطه الرقيقه. فهي بالفعل حتى في الصباح يعني الاخصائي في الامراض الجلديه شرط لانه راه 50% من العلاج ديال القمل اللي عندنا في الشعر هو المشطه الرقيقه. 50% ديال العلاج باش كنزولوا حتى ديك البويضه اللي كتكون قابطه يعني في الشعر بواحد الدرجه اللي هي كبيره، وكتكون قريبه حتى من الجلده ولا الفروه ديال الراس. اشنو هو الاقتراح الثاني ديالك ام عبدو؟ بالنسبه للوبيا، اللوبيا الخضراء. اييه. اللوبيا الخضراء ملي كنغسلوها واخا كنبغيو نغسلوها كنشدوها كنقطعوها كما تيقطعها السيدات، وتترشي عليها واحد الكميه ديال الملح، نص كاس الملح على حساب كل كيلو نص كاس الملح. اييه. والماء غير رشات، غير رشات بالماء. نعم. ماشي الماء، غير ترشي وانت وتبي تفركي بديك الملح وتشوفي الوسخ اللي ما عمرك ما شتيه في اللوبيا اللي تيخرج منها، حتى داك الادويه داك المبيدات داكشي كلشي كيحيد. كلهم كيزولوا واخا تبارك الله عليك. نعم تبارك الله عليك ام عبدو، هذا اقتراح جديد اليوم كنسمعوه معاك. انت كنظن انك دائما كتجربيه، دائما كديريها لما كتنقي اللوبيا. لا دائما انا هذه الخدمه ديالي انا مع اللوبيا ما تنقدرش نديرها لما غسلتهاش. تبارك الله عليك، شكرا لك ام عبدو. طلب اخر اسميك. مرحبا. الله يخليك اختي. نعم. التليفون ديالك دابت على خاطرك ان شاء الله نرجعك لعند سميحه وهي تلبي الطلب ديالك وتعطيك الرقم الهاتفي ديالي. مرحبا على الراس والعين ام عبدو، شكرا لك تواصلتي معنا. نمشيو هذه المره ناخذ خديجه على الخط من العاصمه الرباط. اهلا بك خديجة. خديجة مرحبا بك خديجة، أو للأسف انقطع معها الاتصال. خديجة كانت معنا من العاصمة الرباط. نمشيو لمدينة أكادير نتواصلوا مع عاطفة هذه المرة.
اهلا بك عاطفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تعرفي بخير الحمد لله. ان شاء الله يا ربي هكذا تكوني واحد الكتله ديال العطف والحنان ان شاء الله على الاسره والوليدات ديالك يا رب. الله يحفظك الله يطول عمرك. اهلا بك. كنحييكم على البرنامج والنصائح. العفو شكرا لك. كنستافدوا منها الحمد لله. هذا ما كنتمناه. وبغيت نعطيكم جوج اقتراحات عندي اليوم انايا بالنسبه للسيده اللي عندها القمش والوليدات ديالها. اييه كما ذكرت لك السيده اللي قبل مني الصابون البلدي. الصابون البلدي اييه احسنتي سبق وجربتيه. الصابون البلدي راه نتيجه مع الغسول. واخا كتعملي عاطفه الصابون البلدي مع الغسول؟ انا كنخلطو مع الغسول. واخا صافي كيترطب مزيان وكديروا لشعرها وكتخليه واحد المده شويه بحال الا في الصباح تفيق دير ليهم الغسول وتخليهم حتى يتغداو وتغسل ليهم وتنزلوا يعني ولا الا مشات للحمام هكا كديروا لهم الصابون من الدار وكيمشيو للحمام كتنزلوا راه زعما ثلاثه المرات ما غاديش يفوت ما يبقى عندها لا صيبه لا قمل. نعم نتيجة زعما سريعة و نعم. وحنا كنتمناو ان شاء الله انه الامهات من الاحسن يتفادوا الحمام في هذه الفترة على الاقل يعني باش لانه ما فيها باش نفكروا حتى الناس الاخرين ربما كنعرفوا انه القمل المشكل اللي فيه ذاك العدوى اللي كتكون سريعة من الشعر الاخر لانه هو المناخ اللي كيتغذى وكيعيش فيه فعلى الاقل يعني العلاج يكون في الدار حتى بنيتي. راه سهل راه نعم. غير في الدار هكاك في الصباح. نعم غير في الدار بالفعل وتواظب عليها في كل نهار حتى كتشوف انه الشعر ديال بنتها تنقى من الاحسن هذه الوصفة وهذا الامر يكون غير في الدار حتى كيتعالجوا بنتها تاخذوا الحمام شعرهم عادي بالغسول والصابون راه كيتصل لك. واخا عاطفه شنو هو الاقتراح الثاني؟ الاقتراح الثاني هو بالنسبه اللي عندهم العود. اييه السدادر والبيبان والبلاكارات الخشب. نعم اييه المهم كناخذوا واحد الخليط ديال الحامض. الحامض اييه والزيت عاديه. واخا وهذا الزيت عطري اي نوع عندهم. انا عندي القرنفل استعملت معاه القرنفل زيت القرنفل. واخا اذا كتعملي عصير الحامض أيوه. مع زيت المائده زيت ديال الطياب ومع زيت عطري. انت اختاريتي الزيت ديال القرنفل هو اللي عندي وانا نديرو معاه زيت عطري عندهم في الدار يديروه ويمسحوا الغبره مزيان عاد باش كيمسحوا بواحد المنديل داك الخليط ديال الزيت والحامض اييه وعاود كيمسحوا بواحد هذا ناشف باش كينشفوا مزيان داك الزيت ما يبقاش داك الزيت كيعطي واحد اللمعان ويبقاو يداوموا عليه مره في شهر 15 يوم وزعما ملي كيستعملوا هذا الزيت راه داك العود ما كيبقاش يشد فيه الغبره مزيان غير كدوزي الزيت في الصباح راه دغيا ديك الغبره كتحيد لانه صافي من يدم داك الخشب يعني يتشبع بهذا ما بقاش كتشد فيه الغبره هذا. تبارك الله عليك عاطفه النصيحه ديالو نتمنى انها تكون اكيد استفدنا منها. شكرا لك عاطفه تواصلتي معنا من اكادير فتينا بزوج ديال الاقتراحات مشكوره. احنا لقائنا مازال نتواصل ان شاء الله مع كل اوفياء في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على الاذاعه القريبه منكم دائما من راديو فاصل وراجعين ما تمشيو فيه. ورجعنا على ميد غاديو اكيد الاذاعه القريبه منكم دائما في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي وباب التواصل راه مازال مفتوح مع كل الاوفياء. بالنسبه لك يا ام ياسين ان شاء الله غادي نجاوب على سؤالك اللي هو خاص بالموضه مع المصممه الازياء خديجه الحجوجي لما غتكون حاضره معنا في الاسبوع المقبل. كذلك غنجاوب على سؤالك يا الهام من مدينه الجديده وشكرا على كل كلماتك اللي هي اروع من رائعه وصدقيني انه المحبه والوفاء فهو متبادل بيناتنا وهكذا كنتمنوا ان شاء الله انه يبقى دائما مع كل الاوفياء. غادي نجاوبو كذلك على سؤال ديال المستمعه كريمه اللي كتقول عندها مشكل في الدار ديالها كلها حشرات صغار كتلقاهم خصوصا في الكوزينه وفي الحمام اشنو هو الحل؟ واحد من الاقتراح ديال غدا غيكونوا معنا مجموعه ديال الافكار وديال الاقتراحات بالنسبه لهذا المشكل. غادي نمشيو ناخذ مريم معنا على الخط من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك مريم. الو دايره لالعفاف؟ الحمد لله مريم مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك مستعفني الحظ معايا هذه الايامات. ايوا الحمد لله. شوفي كيقولوا لي كل مجتهد نصيب. انا عارفه انك كتعيطي وكتحاولي وكتعيطي وفي الاخير كتكون النتيجه وكنسمعوا صوتك مرحبا بك. شكرا الله يبارك فيك. بالنسبه لالعفاف السيده اللي هضرت على الفتيات اييه يعني مادام ما كيتحيدش لهم الغشره ما عندها كيدير لهم الا تشدهم تشدك الفتيات يعني البونجات كتحيدهم وكتشد واحد سميتو سطيله ولا شي غرف ولا شي حاجه كدير فيه السائل ديال التنظيف اييه وكتشد الحلفه ديال المعن وكتبقى تحك. واخا كتبقى تحك كتحك كتحك مزيان وتعاود ثاني وتعاود وتنشف بواحد الفوطه ولا شي حاجه وتخليهم في الشمس واحد يومين. واخا يعني حتى كينشف داك البونج مزيان. وكذلك بالنسبه للوتات ديال سميتو ديال الفوتويات راك ما غاديش تقدر تطلعهم يعني في بلاصتهم ولكن تحل الشراجم اولا الا كانت عندها السطاح ولا الجرده ولا قريبه للشمس أيه. يعني كتخرجهم وكتخليهم ينشفوا. انا هذا نفس الحل كندير حيت ما عنديش كندير ليهم. نعم هذا هو الحل يعني تغسلهم مزيان وتحطهم في الشمس تينشفوا مزيان يومين ولا ثلاث ايام على حسب
يعني شحال غسلتهم. واخا. وبالنسبه للقمن كاين زيت القطران هو متواجد دابا في السوق. زيت القطران كاين حيت بزاف النساء ما غايبغيوش داك الغسول والصابون البلدي كيجيهم صعيب وكيجيهم الحل الوحيد هو زيت القطران هو متوفر ومزيان فعال. وتم بالنسبه للزغبه ديال الشعر كيزينها وكيلينها يعني مزيان الشعر. بالنسبه للستيك يعني بزاف النساء كيتخوفوا من الستيك يقول لك كيدير الويلتيس كيدير هذا يكتفي بواحد الحجره ياخذوا حجره ديال الشبه وكيشدوا الكغيط الحرش وكيحكوها مزيان حتى كتولي لينه وفين ما كيعوموا ولا شي حاجه كيحكوا بدا كيدير واحد شويه الماء وكيحكوا هذيك الحجره. يا اصلا كاين واحد النوع من الستيك في السوق كيتباع اصله غير شبه يعني كتشوفي انت كتشربيها صابونه ولكن هو اصله شبه يعني هذا كتمنع العرق ومزيانه يعني بديل طبيعي يعني كيبقى شي حاجه طبيعيه عارفين شنو كنعملوا طبيعي والشبه يعني كتشد اللحم فهمتي يعني مفيده وفي نفس الوقت ما غاديش تخاف السيده. واخا تبارك الله عليك مريم. بالنسبه للتيليكوموندات يعني كيتخوفوا النساء يعني كيبقاو مسخين هذوك اللي توش كيتمسحوا دغيا كيشدوا دوك البلاستيكات متوسطين الحجم بحال ديال اللحم وداك الشيء ولا هما شفافين كيبينوا وكيغلفوا بهم دوك البلاستيك كيغلفوا بهم دوك التيليكوموندات وكيديروا سكوتش وكيقادوهم كيبقاو يبانوا لي توش داك الشيء وفي نفس الوقت كتبقى التيليكوموند محفوظه من لي توش كيبقاو مزيانين ما كيتمسحوش وكيبقاو نقيين. تبارك الله عليك مريم وشكرا لك فتينا باقتراحاتك اليوم. شكرا لك مريم مره اخرى وكنتمنى ان شاء الله تبقي دائما تواصلي معنا وتفيدينا بافكارك وباقتراحاتك. الله يبارك فيك شكرا يا رب. شكرا لك طبعا مريم كنتي معنا وحنا للاسف وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي فان شاء الله موعد جديد بفقرات منوعه فيها افكار واقتراحات كنتمنوا دائما انكم تكونوا كتستافدوا معنا في كل لقاء. الموعد غدا ان شاء الله. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد كانت معكم في الاعداد والتقديم مجدولين على مال ادريسي وفاء فائز رفقوني في الاخراج وسميحه كانت استقبال مكالمتكم شهيه طيبه الى اللقاء.